للمزيد معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. دكتور عبد الحميد، بداية مرحبا بكم. بيان الهيئة أكد أن البصرة تذبح بطريقة لا تقل خطورة عن الأدوات التي دمرت بها مدن أخرى. لماذا تسير الحكومة في بغداد بهذا النهج تجاه مدن البلاد، إما تدميرا أو إهمالا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. هذا ما جناه الشعب العراقي من الاحتلال ومشروعه ومن العبث الإيراني وإطلاق يدها بالعراق وتسليط هؤلاء الفاسدين على سدة الحكم هنا في العراق وتسيدهم الموقف هنا للعبث بموارد العراقي وخيراته وتسييرها نحو مصالحهم الخاصة، حتى بات العراقيون اليوم جميعا يعانون مما يعانون كما نرى في الفترة الأخيرة في البصرة. وتحديدا جوابا على سؤالك، لأن هؤلاء جميعا الذين جاءوا لم يكن لهم غاية إلا مصالحهم الشخصية وإرضاء سيدهم ومن يحميهم من الخارج وهو الاحتلال الأمريكي والتدخل الإيراني، فتنفيذ مشاريع أولئك المرتبة الأولى، ثم ما يكسبونه من المال من استيلائهم على المال العراقي، على مال الشعب العراقي ثاني. أزمة البصرة اليوم، يعني مثل ما تفضلتم المسؤول عنها الحكومة، لماذا يعني هذه المحافظة تحديدا؟ طبعا محافظة البصرة معروف أنها المدينة الاقتصادية للعراقي ورئته نحو الخليجي بثرواتها النفطية الكبيرة، لكن طال الإهمال كما طال مددا كثيرة، ونتيجة هذا الإهمال وبسبب ما يكثر فيها من مصانع وبترول وغير ذلك وعدد سكاني كبير جدا، وأيضا ما تسببت به قطع المياه التي تأتي من إيران، وأيضا ما يأتي إلى العراق أيضا من إيران من مبازل وما تصب في أنهارها من سموم وغيرها من مصانع. فلذلك رأينا أن هذه النسبة الكبيرة قد تصاعدت، يعني نسبة التسمم والتلوث قد تصاعدت في هذه المدينة، ونحن لا نرى أنه لا يوجد هنالك أي مساعي حكومية لتلافي مثل هذه الكوارث. نعم، يعني هناك تظاهرات، هناك اعتصامات متواصلة، يعني استمرار هذا الضغط على محافظة البصرة كيف سيكون انعكاسه على الشارع البصري من وجهة نظرك؟ يعني هو بات كما نسمع من نداءات وهتافات المتظاهرين وكلام العديد من أبناء الشعب العراقي الذين توصلوا إلى نتيجة تزادت هذه القناعة لدى أبناء الشعب العراقي بأنه هذه لا تمثل، هذه الحكومات لا تمثل لا منطقة ولا طائفة ولا حزبا ولا شيء، هذه تمثل أنفسها فقط، وأن الشعب العراقي لم يعد هنالك أمامه من حل إلا بتغيير هذه العملية السياسية من جذورها، لأن العملية هي التي تحمي هؤلاء الفاسدين. فالعلة ليست في بعض الأشخاص ولا في عدد من الوجوه، وإنما العلة في الإطار الذي يحمي هؤلاء الفاسدين ويؤمن لهم أرض خصبة بممارسة فسادهم وعبثهم بمقدرات الشعب العراقي وإهمالهم له. نعم، الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لكم.